في الو قول يلا يا الو رب. الو، ايوه كل سنه وانت طيب. برضو مش عارف، عرفتوش؟ لا اخويا بقى. ايوه كده يا بقى. ايوه بقى، عيب بقى، عيب بقى. أيوة. لا عيب. حسام اخو كابتن رامي ربيعه. كابتن هاني كل سنه طيب. كل سنه طيب. انت طيب يا حسام، كل سنه وانت طيب يا حسام. جمهور الاهلي الف مبروك طبعا للقناه، طبعا كالعاده متالقه. ورامي انا عايز اقول له منور. انت تكذب، احنا كنا مع بعض امبارح. والنهارده ايه اول يوم؟ لا ما شفتوش ما شفتوش بعض ليه؟ لا عشان الدبيح بقى والحاجات دي، فبيبقى بننام طول الوقت. فهو انا كنت جاي من السفر فعلا، والصبح كده طبعا حضرتك عارف الطقوس الجميله لكل الناس. طبعا اول يوم العيد كل امه الاسلاميه بخير، والناس كلها يا رب بصحه وسلامه. كان بيلعب في السكه. حبيت انهي الاجراءات كلها بدري بدري يعني. فالفكره كلها ان انا مبسوط جدا بوجود رامي والحديث الشيق طبعا مع حضراتكم. والذكريات الجميله طبعا من منتخب الشباب لمنتخب الاولمبي للمنتخب الاول، مرورا طبعا بقصه الكفاح كلها من البيت للتمرين للدراسه للكليه للسكه الحديد. فعلا ايوه. انت كنت برضو بتلعب بقى، تلعب في السكه الحديد. مظبوط مظبوط. طب ايه ما دخلت ما كملتش؟ ما حلفش الحظ يعني. انا كنت قعدت فتره كبيره من ناشئين نادي السكه الحديد، ورامي كان معانا من صغره واصابه صغننه كده الحمد لله. فقررت ان انا اكمل في موضوع الدراسه يعني، فقلت لا وان واي بقى خلاص. كنت بتلعب مدافع برضو ولا ايه؟ لا انا كنت فارود. وكنت فارود جامد، وعلشان كده رامي طلع مدافع تقيل. تقيل فعلا، دي حقيقه. دايما كان كابتن رامي في اول كلامه كان بيقول ان اخوه هو اللي دايما بينصحه حتى في فتره احترافه بره مصر في البرتغال. كانت ايه اهم نصيحه حسام تقولها لرامي؟ اهم نصيحه لرامي ان هو اشتغل على نفسك. يعني حضرتك عارفه لعيب الكوره ده راجل المفروض يكون بروفيشنال استثمار في كل حاجه. طبعا انت بتستثمر في تفكيرك في روحك في عقلك في لياقتك في الريبيتيشن سمعتك في صح. كل حاجه كل حاجه. يعني ما يعني المفروض تبقى ده راس مالك في الحياه. توفر وتكرس مجهودك وتكرس حياتك. انت هو مش بقى مصدر رزقك، لا ده حياتك. صح. فانت انا كنت لما كنت بلعب كوره وانا صغير كان الموضوع بالنسبه لي بروفيشنال، اللي هو اكل بميعاد، نوم بميعاد، مذاكره بميعاد، وفي نفس الوقت كان ده بيديني طاقه اني اذاكر واجتهد وانجح. فده كنت بحاول انقله بصوره وباخرى لرامي. رامي احنا اصحاب واخوات وكنا مع بعض في مدرسه واحده. يعني حضرتك احنا انا فخور فعلا برامي، وفخور طبعا والشكر طبعا لوالدي ووالدتي دكتور هشام وبابانا ووالدتنا. بجد يعني بقدم لهم كل الشكر بجد بجد. يعني ناس تعبوا معانا جدا وفتره رامي وهو صغير لغايه دلوقتي، يعني لسه شايلين همنا لغايه دلوقتي. انا بقدم لهم كل الشكر طبعا من طبعا. كل سنه وهم طيبين طبعا، و كلنا فخورين برامي بصراحه. يعني كلنا عندنا فخر برامي، وكنا فعلا يعني نتمنى ان هو كان دي كانت كمان امنيته انه يكمل ونشوفه في الدوريات الاوروبيه. لكن هو رجع لنادي كبير، نادي القرن، النادي الاهلي، وبيحقق ان شاء الله وهيحقق ان شاء الله طموحاته وطموحات الجماهير كلها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله وطموحنا كله الكبير ان هو رامي يؤدي كل اللي عنده، وان شاء الله ربنا يثبت اقدامه. واهم نصيحه دايما كنت بقولها لرامي ان دايما في هتلاقي في ناس بتنتقدك وفي ناس بتشيد بيك. الانتقاد دايما ده تخليه تحت رجلك علشان خاطر يعليك درجه، تخليك تبص لقدام. ما تسمعش كلام الجرايد. سمعنا كام مره ان رامي هيبطل كوره، سمعنا كام مره ان رامي انهى مسيرته الرياضيه، انهى مسيرته الاحترافيه. الكلام ده كله رامي يا جماعه حاجه 20 سنه معانا، حاجه 20 سنه بيجي له اصابه. ده راجل الريكفري بتاعه اسرع طبعا. كابتن هاني طبعا هو ممكن يشرح لنا بالاستفاضه الجزئيه دي. فالفكره ان وانس ان رامي بيحصل له حاجه بسلط الضوء. طب ما نفس الضوء اللي بيتسلط بنفس القوه لما بيحصل اصابه او يحصل حاجه هدامه للعيب. انا نفسي تتسلط لما يعمل حاجه كويسه، لما يجيب جون، لما يشجع الفرقه، لما ناخد بطوله،
لما احس فعلا ان انا واحد متربي جوه النادي وخد خبرات من 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 كباتن كبار زي كابتن هاني وكباتن اوروبيين وخد خطوه احترافيه في اوروبا. راجل زي ما بنقول كده، انا من والله مع شفاط الرامي، بس الكلام ده لرامي بس يا حسام. جماهير الاهلي بتقدر رامي قوي وعارفه قدره في الملعب وعارفه قدر مهاراته داخل الملعب. النهارده معاك جدا ان وسائل الاتصال الاجتماعي وسيله ضغط اكتر، فدي يمكن ده يمكن اللي هو ممكن ينتبه ليه في الفتره دي، انه هو ما يبصش كتير على وسائل الاتصال، ما يركزش اكتر مع ما ببصش خالص. ما هو قال لك الكلام السلبي يعني انا لو في ناس بتركز صراحة. بالظبط، انا لو ركزت مع الكلام بالاصابات اللي جات لي دي انا كنت ممكن اقع. ده طبيعي نفسيا اقع، يعني ان هو يقول لك اي اصابه بتجي لي، حتى يعني من قريب جالي بس واحد داس على وش رجلي في التمرين وش رجلي ورم، مش عارف البس الجزمه منه، قال لك اصابه اسبوعين ومش عارف الدكتور هيقول لك ايه. لعبت الماتش بعد 3 ايام. ليه بتهولوا المواضيع؟ يعني ما تخليها بسيطه، يعني لما العب كويس اشكر فيا، لما العب وحش اتكلم وحش. انا برضو بكلمك رامي ببسيطه، انت بكلمك اخر. انا ما بركزش. ما هو قال لحضرتك ما بالظبط صح، فهو قال لحضرتك حسام دلوقتي بيقول لحضرتك ان انا ما بركزش في الحاجه دي، بالعكس اللي تتكلم وحش اتكلم، انا بثبت في الملعب وفي مدرب في الاخر هو اللي يقرر بالظبط هتلاعبني مش هتلاعبني، انا بشتغل شغلي وموجود. مش انت كلامك الوحش اللي هيمشيني من النادي وكلامك الحلو اللي مش اللي هيلاعبني، ولا ده هينفع ولا ده هينفع. اتكلم زي ما تتكلم، اللي موجود هو مدرب هيلاعبني او هيقعدني، في قرار في الاخر هحترم. وفي اشاعه كمان طلعت عليك ان انت اشتريت فلوس كتيره قوي في موضوع التجديد، صح؟ يعني ده عادي، ده يعني بس ده اشاعه خفيفه، الاشاعات طايراك يعني استمرار، بس عادي يعني الحاجات دي طبيعيه. بس هي خلي بالك السوشيال ميديا زي ما ليها ايجابياتها ليها سلبياتها، مظبوط. ده شيء لازم ناخد بالنا، وكمان بنتكلم على الجيل اللي طالع جديد، كمان الجيل اللي طالع جديد يمكن مؤثر شويه عليه السوشيال ميديا، لكن رامي زي ما بقول لك انت ما شاء الله عليك من وانت صغير، انت شايف الهدوء شويه التفكير، لكن مهما كان لعيب الكره وانت عارف رامي ان الضغوط بتزيد شويه وغصب عنك بالزبط. بتسمع لو ما لو انت ما تابعتش هتسمع من واحد صاحبك. فخلينا نتكلم، انت اتكلمت كلام هايل، انت مركز في شغلك، عارف التارجت بتاعك كويس قوي، عندك الجايد بتاعك انت المدير الفني، ده الجايد بتاعك بالزبط. وممكن يكون حواليك بقى اهلك اللي بيحبوك، هم دول الجايد بتاعك، وان شاء الله يعني ان شاء الله يعني يا رب ان شاء الله بقى منتخب مصر ان شاء الله باذن الله. وانت لو ما كنتش لعيب كره كنت طلعت